السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أوزو كيتشن. لو انتوا أول مرة تشوفوني تنسوش اللايك والسبسكرايب. النهاردة هنعمل مع بعض الفطيرة باللبن. لو حابين تشوفوا الوصفة تابعوا الفيديو للآخر. هنبدأ أول حاجة بالمكونات. أنا استخدمت هنا حوالي كيلو دقيق إلا كوباية صغيرة، وهياخد 3 معالق من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. هنحطهم على الدقيق وهنضيف المية. كيلو الدقيق بياخد حوالي 500 ملي من المية، بس طبعا مش كل أنواع الدقيق زي بعضها، فاحنا هنا بنضيف المية شوية شوية لحد ما تتكون معايا عجينة. بعد كده بقى نبدأ نضيف لها 2 معلقة من الزبدة، ولازم تكون زبدة طرية وفي درجة حرارة المطبخ عشان تتعجن معانا. انا هنا حسيت ان العجينة لسه محتاجة شوية مية كمان، فبضيف لها. وهنفضل بقى نعجن فيها كويس. طبعا مش شرط ان احنا نستخدم عجان، ممكن نعجنها على ايدينا. هنا خلاص العجينة اتلمت معايا كويس، فبوقف عجن وهسيبها بقى ترتاح لمدة نص ساعة. وهنرجع بقى بعد ما ريحنا العجينة هنبتدي نفردها كده على شكل اسطواني ونقطعها كور صغيرة. يعني انا لسه هنا بقطعها اهو، وكل قطعة هخليها على شكل كورة صغيرة. وبعد كده جهزت شوية سمنة على زبدة مخلطاهم على بعض وسيحتهم. دول اللي هستخدمهم وانا بشكل الكور، وكمان وانا بفرد الفطير، يعني نفس الخليط ده برضو. اهو هنا كورت كل العجين على شكل كور صغيرة. هدهنهم بقى بخليط الزبدة على السمنة وهسيبهم يرتاحوا حوالي نص ساعة برضو. هنيجي بقى بعد ما العجينة ارتاحت كويس، هناخد كل كورة صغيرة هنفردها كويس جدا ويبقى سمكها رفيع قوي. اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهفضل افرد فيها كويس بايديا. طبعا انا دهن ايدي بالزبدة والسمنة اللي انا عاملاهم دول عشان اعرف افرد بيها. وبعد ما فردتها بقى هبتدي ادهنها بخليط الزبدة والسمنة وهلفها على شكل كورة تاني، وبرضو هسيبها ترتاح. اي عجينة عشان تتفرد معانا كويس لازم نسيبها ترتاح شوية. هسيبها بقى على جنب وهاخد كورة تانية هفردها كويس قوي بسمك رفيع جدا. هفضل افرد فيها كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي برضو ادهنها بالزبدة والسمنة من جوه. وبعد كده هحط فيها الكورة اللي انا عملتها اللي هي دهناها من جوه، وهلف عليها العجينة واخليهم هما الاتنين على شكل كورة. الحكاية دي هكررها حوالي 6 مرات، ولو عايزين فطيرة كبيرة هنكررها 10 مرات او 15 مرة. يعني هندخل الكور في بعضها لحد 15 كورة. بس انا هنا عملت الفطير صغير شوية فعملتها تقريبا 6 مرات. وطبعا اهم حاجة ان احنا واحنا بنفرد الكور دي ان احنا ندهنها من جوه بالسمنة او سمنة وزبدة زي ما انا عملت. يعني لو مش متوفر عندكم زبدة ممكن تستخدموا سمنة بس. هسرع لكم بقى المقاطع دي وارجع اقول لكم هنعمل ازاي.
اهو انا هنا خلاص خلصت كل الكور، وزي ما انتوا شايفين الاحجام اللي انا عملتها اهي. انا عملت هنا واحدة كبيرة وثلاثة صغيرين. هنرجع بقى نغطيها تاني ونسيبها ترتاح قبل ما نفردها في الصوان. هنجيب بقى العجينة بعد ما ارتاحت، هنفرد واحدة واحدة، هنفردها كده كويس. طبعا مش هنخليها رقيقة قوي، لا هنخلي فيها شوية سمك، يعني حوالي 1 سنتي. وهنجيب بقى صينية ندهنها كويس ونحط فيها الفطيرة. بعد كده هندخلها فرن سخن ويكون مظبوط على درجة حرارة 200، هتاخد تقريبا 20 دقيقة. وهنكرر كل العملية دي في الفطير اللي عندنا. بعد ما نخرجها بقى من الفرن هنجيب علبة قشطة لكل فطيرة وكوباية من اللبن، بس اللبن في الأول هنسخنه. وهنا بقى بعد ما اللبن سخن هحط فيه سكر حسب الرغبة ونقطتين من الفانيليا. كوباية اللبن دي هي اللي هنسقي بيها الفطيرة أول ما تخرج من الفرن. في الأول هندهنها بالقشطة، بعد كده هنكب عليها اللبن وهنغطيها ونسيبها على جنب. وبعد ما تشرب بقى اللبن كله هنطلعها على طبق هنا بعد ما بردت اهي. هبتدي بقى اقطعها عشان نشوف شكلها من جوه. بصراحة طعمها حلو قوي، والقشطة واللبن مدين لها طعم جميل. وكان ممكن ما تحطوش سكر في اللبن وترشه على الوش سكر بودرة. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وبألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.